السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشوف ازاي نعمل اسلوب في برنامج الانفرا ووركس. اول حاجة هبدأ ارسم الطريق بتاعي. اول ما بختار الطريق بيبدأ يقول لي الاختيارات بتاعتك، فانا بقول مثلا عايز اختار شكل الطريق، انا ده الاسم بدوس عليه وببدأ اختار بقى الشكل اللي انا عايزه. كل دي اشكال هقدر اختار منها. طيب هبدأ اختار الطريق بتاعي، ابدأ ارسم من هنا. اول ما تخلص الطريق بتاعك تدوس مرتين. انا هنا مثلا بدأت اختار، تدوس مرتين فبرسم الطريق بالشكل دوت. وبيبدأ بقى يقول لي الأسلوب بتاعك، القط أسلوب قد إيه والفيل أسلوب قد إيه. تقدر تيجي هنا من عند النقطة ديت، تعمل عليها سيلكت وتختار بحيث إن تقدر تتحكم فيها. تقدر تقول له أغير في الإكس وفي الواي بتاعتي. ممكن تيجي هنا في النقطة دي وتتحكم فيها في إن أنت تزود الأسلوب بتاعها بالشكل دوت. ودي برضو اهي، خلي الاسلوب بتاعك يختلف بالشكل دوت. طيب نفترض ان في طريق تاني جاي متقطع من الطريق دوت، خلينا نرسم الرود اهوت اهو من هنا لهنا. هو اوتوماتيك بيبدأ يعمل لك شكل التقاطع، وتقدر تيجي هنا وتختار النوع بتاعه هيبقى عامل ازاي. وهو مصمم لأني أنواع من أنواع العربيات ومعمول على آلي ستاندرد. ممكن تختار الطريق دوت وتبدأ تختار بقى من هنا الأسلوب بتاعك هيبقى قد إيه. وتقدر تيجي هنا من الارقام بتاع التسلوب تقدر تعدل فيها برضو زي ما انت عايز. جريدنج ليمتد قد ايه، الماتيريال لو انت عايز تخصص الماتيريال بتاعتها، السبيد الطريق المخصص ليها قد ايه. تقدر تحط كل المعلومات اللي انت محتاجها للطريق ده. طبعا ده لو انت عايز تحركه.